حياكم الله مشاهدينا من جديد في فقرتنا التالية. رح نتعرف على أحدث التقنيات للتخلص من السمنة بطريقة آمنة ودون عمليات جراحية، لكن مع زميلتي رنيم في الرياض. إليك رنيم، وألف مبروك على الاستوديو الجديد في الرياض، وايد حلو الديكور عجبني. تسلم يا هدى، وفعليا يعني اسمحي لي بداية أشكر ما شاء الله كل الشباب هنا في الاستوديو في الرياض. في شباب ضلوا في الاستوديو ما ناموا لنطلع في الوقت المحدد، والحمد لله أنجزنا المهمة، والفعل لكم إن شاء الله يا هدى والجدة أكيد. يعطيهم ألف عافية. شكرا لك يا هدى، وكثر الجدل والكلام حول علاج تسلم يا هدى. إذا مشاهدينا، كثر الجدل والكلام حول علاج السمنة والتخلص منها كونها طبعا من أهم أمراض العصر، وذلك بسبب انتشار الكثير من العادات الغذائية الخاطئة، إضافة إلى الأسباب الخارجة عن الإرادة كالوراثية مثلا. من هذا المنطلق أقيم الأسبوع الماضي مؤتمر صحفي في فندق الفور سيزونز في الرياض للحديث عن التقنية الحديثة الكبسولة الذكية، وطبعا سيدتي كانت هناك، والتفاصيل في التقرير التالي. أقيم حفل إطلاق أحدث تقنيات تخفيف الوزن وعلاج السمنة بطريقة آمنة وبدون أي جراحة للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية، بحضور نخبة من أطباء ومختصين في كل ما يتعلق بالصحة وتخفيف الوزن في مدينة الرياض. تعد البدانة مرضا واسع الانتشار في مختلف أنحاء العالم، إلا أن هذه التقنية المبتكرة لعلاج أمراض السمنة في الشرق الأوسط، وهي ما تعرف ببالون المعدة السهل، ستكون بمثابة حل للتخلص من الوزن الزائد، الأمر الذي سيترك آثارا إيجابية مهمة في حياة الكثيرين. من جانب آخر، أكد المختصون ارتفاع معدلات السمنة في المملكة العربية السعودية بشكل لافت في السنوات الأخيرة، وكشفوا أن النساء هن الأكثر إقبالاً على عمليات معالجة السمنة والتخلص من أثرها بنسبة تصل إلى 80%. لبرنامج سيدتي دانا دلقموني، الرياض. مشاهدينا، معنا في الاستوديو للحديث عن السمنة وتقنيات الحديثة لمعالجة السمنة استشاري الباطنية الدكتور أيمن الحصيني. مساء الخير دكتور. مساء الخير أستاذ راني، أهلا وسهلا. بداية دكتور، يعني تقنيات مختلفة، بعض التقنيات جراحية، بعض التقنيات ما لها يعني لا يوجد بها أي نوع من التدخل الجراحي، لكن هل بالفعل هذان النوعان كفيلان بإعطاء نفس النتائج والتخلص من السمنة؟ يختلفوا. طبعا عشان نتخلص من السمنه فيه عده ابروتشز او طرق معينه. نبدا من الاقل تداخليه الى الاعلى تداخليه. اول ما نبدا للمريض نشوف كم كتله الجسم لدى الشخص. الشخص اللي عنده كتله جسم 40 فما فوق، وهذا شخص يعني عاده يكون سمنه مرضيه. ننتقل على طول للتدخلات عاده الجراحيه. اما اذا جاني شخص نسبه كتله الجسم عنده 27 الى 30، نبدا اول شيء بالتغيير نمط الحياه للشخص. نوعيه الاكل، كميه الاكل، ممارسه الرياضه، طبعا يتدخل فيها عده طرق، من بينها اخصائي تغذيه، اخصائي نفسي، طبيب باطنيه، وبرضه اخصائي جراحه. بعد ذلك نرى النتائج، الشخص هل في استجابه، لان هذه هي الطريقه المضمونه والافضل، هي تغيير نمط الحياه. إذا لم يكن فيه استجابة ننتقل لطرق أخرى، من بينها طبعا الأدوية. في ما زال في بعض الأدوية تعطى لتقليل الشهية أو لتقليل امتصاص، لكن هذه لا تؤخذ ممكن على المدى البعيد، فترة معينة فقط. جميل. نعم. هي عادة عبارة عن كورسات لمدة 3 شهور إلى 4 شهور، وبعد ذلك نتوقف ونرى النتائج، لأن ما نقدر نعطيها المدة طويلة زي ما قلتي، لأنه لها أثارها الجانبية اللي نحذر منها. بعد ذلك نرى هل في تطورات أو لا، الشخص ما زال على نفس الوزن أو زاد. ننتقل بعدها إلى التدخلات، أحيانا تكون جراحية وأحيانا تكون فقط عن طريق المناظير الجهاز الهضمي. طرق المناظير الجهاز الهضمي هي عبارة عن البالون الذي يتم إدخاله عن طريق المنظار أو عن طريق بعض الوسائل الحديثة، الحلقة أو الرينج المعروفة لتصغير حجم المعدم. نعم، الرينج أو الحلقة لها طريقتين، أو أي بإمكان العملها عن طريق منظار، أو بإمكان عملها عن طريق تدخل جراحي.
فلها طريقتين وكلها بنفس النتائج يعني. لكن بشكل عام دكتور، بداية محاولات مختلفة ثم التدخل الجراحي. نعم. ما ندخل الجراحة مباشرة. طب فيما يخص الكبسولة الذكية والبالون، أنا اللي فهمته أنهم متقاربين لكن التقنية مختلفة نوعا ما، لكن في النهاية عبارة عن كيس أو بالون موجود في المعدة، لكن بشكل أكثر تفصيلا إيش الفرق؟ صحيح. طبعا طلعت تقنية جديدة من شهرين أو ثلاث شهور في بريطانيا، استحدثتها أحد الشركات. هي عبارة عن كبسولة تختلف عن البالون السابق. طبعا البالون السابق بالون المعدة موجود من 35 سنة، له إيجابيات وله سلبيات، وطبعا الآن لا يستخدم في أمريكا نهائيا لأنه كان يستخدم قبل 10 سنوات. أثبت الدراسات عدم فعاليته، وفي دولة أمريكا يعتمد على الدراسات بشكل كبير يعني. فألغوه وقالوا خلاص لا، نتوجه جراحيا على طول. لكن الآن بدأ يرجع التوجه للبالون. فبريطانيا الآن أوجهت الشركات أوجهت الطريقة أبسط. أول كنا عشان نعمل البالون هذا نضع المريض على طاولة المنظار، ندخل المنظار عن طريق الفم مع البالون، ندخل البالون داخل المعدة، بعد ذلك يتم ملء البالون بسائل ملحي، هو نفس السائل اللي نعطيه للمريض عن طريق الوريد عشان ما يكون سام، مثل الجلوكوز يعني؟ هو نفس الجلوكوز، ايوه محلول بس من دون السكر طبعا. لانه لو لا سمح الله انفجر البالون او صار تسرب، هذا السائل ما يأثر على الجسم. بعد ما يتم نفخه 500 سي سي وتقريبا يملأ نص المعدة، يتم اخراج المنظار ويترك المريض من البالون هذا لمدة 6 شهور. يفترض خلال 9 أشهر يتغير هذا البالون تماما. من أي ناحية؟ إلا حسب ما تابعت أن أحيانا إذا ترك البالون لفترة طويلة لا سمح الله يؤدي إلى أحيانا سرطانات أو أمراض خبيثة. طبعا فيه مشكلة طبعا، زي ما قلنا إحنا نخليه إلى مدة 6 شهور، ماكسيموم 9 شهور. فوق ذلك أثبتت الدراسات أنه ممكن يصير فيه نوع من التنسيم للبالون، يخرج بعض السوائل يصغر يصغر يصغر، فلا سمح الله يخرج من المعدة يروح للأمعاء الدقيقة ويسبب انسداد. أي نعم، أو بسبب مدة الطويلة في المعدة هو شيء ثقيل ويضرب في جدار المعدة يسبب تقرحات، ممكن يؤدي إلى فتحة في المعدة وتسمم دموي. هذا بالنسبة للبالون، لكن نعم. الكبسولة الذكية. الكبسولة الذكية فيها فوائد تختلف عن البالون. أول شيء البساطة، لما تجي تأخذه مو لازم وقت إدخاله، ما يحتاج إنك تكون على طاولة المنظار ولا يحتاج منظار. تأخذ كبسولة حجم الفيتامين حجم رأس الأصبع، تبتلعها وفيها لما تبتلعها يكون فيها زي السلك. تصل للمعدة، السلك هذا نستطيع عن طريقه ننفخ البالون هذا بحجم التفاحة. طبعا النفخ هنا ليس بالسوائل ولكن بهواء هيدروجيني. بعد ما أخف وزنا على معدة المريض جميل. ممكن يصير يطفو ما يحس بثقل المريض، وبعد ذلك نشيل الواير هذا، يصير البالون موجود ونبدأ نتابع المريض لمدة شهر نشوف نزول الوزن. عادة المرضى هذا مرضى السمنة اللي يتم إدخال البالونات في يوم هذا نتوقع 6 إلى 7 خلال 3 شهور كيلو نزول. فنرى هل في نزول 2-3 كيلو خلال أسبوع الشهر الأول أو 4 كيلو. إذا كان في نزول جميل، إذا لا نبدأ نستطيع أن نضع كبسولة أخرى مع الكبسولة الثانية، فيصير عندنا بالونين جوا المعدة. إذا ما صار أي تحسن، ما زال الشخص لم ينزل وزنه بالطريقة المرضية وكمية أكله ما زالت عالية، نعطيه ممكن نعطيه كبسولة ثالثة لنا إلى 3 بالونات. 3 بالونات في المعدة. ممكن هذا الأشخاص اللي يعانوا من السمنة مفرطة أو زائدة عن وتختلف حجم المعدة، سبحان الله يختلف من شخص لشخص. في ناس معدة اسمح لي يعني مثل ما ذكرت هي تعبي المعدة، لكن في نفس الوقت يعني تعطي مساحة أكبر للمعدة، يعني ما بيكون في تمدد في حجم المعدة حتى لو المواد الغذائية اللي دخلت، لأن المعدة أصلا صار حجمها كبير بسبب البالونات. جميل، هذا سؤال ما شاء الله يعني فيها بعد نظر. هذا يصير أحيانا بعض المرضى، علشان كذا ما نخلي البالون لفترة طويلة، لأنه إيش يصير لما نخلي خصوصا البالون القديم الثقيل الوزن، لما نخليه مدة طويلة تبدأ المعدة تتمدد، فيصير حجم المعدة الجديد مع البالون نفس الحجم القديم. فعشان كده البالون بشكل عام كل أنواعه سواء عن كبسولة أو عن طريق المنظار ما يطول إلا عن طريق الكبسولة 3 شهور، عن طريق المنظار 6 شهور. لكن هي في كل الأحوال يعني سواء الكبسولة الذكية أو البالون أقل ضررا خلينا نسميها من قص أو تصغير حجم المعدة. والغريب اسمح لي دكتور، يعني معظم الأشخاص اللي أجروا هذه العملية دائما أعتقد أخذ الفيتامينات والمكملات الغذائية يكون بشكل دائم مدى الحياة. نعم، بالنسبة للتدخل الجراحي طبعا مهما كان أي جراحة
لها آثارها الجانبية. نبدأ من البداية وهي التخدير العام إلين الالتهابات التي تحصل للجروح التي بسبب الفتحة إلين الآثار بسبب قص المعدة أو تحوير المعدة. زي ما ذكرتي تحوير المعدة يؤدي إلى نقص في امتصاص الفيتامينات معينة يتم امتصاصها في الاثنى عشر وتحتاج إلى بطء في الهضم فصير هضم الفيتامينات هذه شبه معدوم فيضطر الشخص إلى أخذ فيتامينات هي كالسيوم فيتامين بي 12 فيتامين بي 6 والحديد والفوليك أسيد هذه الشخص يستمر عليها طبعا على حسب نوع العملية في عملية ربط المعدة هذه ما تحتاج بس في عملية تحوير المعدة هذه تحتاج تكميم المعدة بعض المرضى يحتاجوها بعض المرضى ما يحتاجوها لكن حتى بعد العملية بس ميزة العمليات هذه طبعا أنه مدتها إلى طول الحياة مو 6 شهور بعدين نشيل البالون مثلا بالنسبة للبالون 6 شهور بعدين نشيل البالون بعدين خلاص نقول للشخص أنت تعتمد على نفسك المفروض أنك خلاص بديت تعود على نظام غذائي عشان ما يرجع وزنك الأشخاص تقولي لا بنسبة كبيرة ما عدا نسبة 2-3% يستمر نزول الوزن طوال الحياة بالضبط إلى أن تصل لا سمح الله إلى حالة مرضية من النحافة طبعا بس بشكل عام حجم المعدة وقص المعدة لا يسمح بهالشيء يكون طبعا الجراح طبعا عملية قص المعدة من العمليات التي يقال عنها أنها تعتمد على الجراح يسمونها سيرجنت إفكتيف ومعناها أن حسب نوع الجراح تكون النتائج طيب دكتور يعني الحمد لله ما شاء الله صارت التقنيات العلمية وبانتظار طبعا وصل الكبسولة لأنها حتى الآن يعني موجودة لكن بشكل أو ستدخل أسواق المملكة لكن بشكل عام نتكلم حاليا عن النحافة أو الحصول على جسم الرشيق كأن وصفة سحرية أو شيء جدا سهل فعلا هذا الشيء صحيح صارت الأمور سهلة أم لابد من متابعة نظام غذائي ورياضة الأشياء الجميلة ما لها طريق سهل في أمور مساعدة أول صحيح يعني ما في البالونات قبل 50 سنة كان فقط عمليات التحوير ما كان في البالونات والأمور هذه وطبعا العملية مو أي شخص يدخل فيها ولازم يكون وزنه كبير فالآن في تقنيات تساعد لكن أولا وأخيرا الاعتماد دائما نرجع ونقول على النظام الغذائي وعلى إرادة الشخص أكيد. لأنه حياة الإنسان بإذن الله الله يعطي الجميع طولة العمر حياة طويلة فتدخل جراحي ما راح يستمر طول الحياة إرادة الإنسان هي اللي تستمر طول الحياة أكيد دكتور وإن شاء الله نتمنى للجميع الصحة والعافية وأن يعتمدوا على هذه الأنظمة بدلا من اللجوء إلى أي تدخلات إن شاء الله استشاري الباطنية دكتور أيمن الحصيني شكرا جزيلا لك ومشاهدينا يا رب دائما تكونوا بصحة وما تحتاجوا لأي جراحات لكن إذا الشخص احتاج لها لازم يعتمد بكل الأحوال على نظام غذائي وعلى حياة صحية سليمة نتمناها للجميع وتابعونا محطاتنا مستمرة لكن بعد الفاصل